كانت اكتر حاجه بنبقى بنحاول نحافظ عليها ان احنا نكون مبسوطين. لما حبوا يهزروا هزروا سبعيناتي واحنا هزرنا معاهم لان احنا حابينهم اخر حاجه. اخصمك واسيبك لا. الصوره دي عالميه. يا جماعه القمصان هنا بتقول كتير قوي. سنة الامتياز هي السنة اللي ببتدي اكتشف فيها بقى أنا شاطر مثلاً إيديا حلوة في الجراحة ولا لأ. صفر حبيبي وداخل لي يوداني. أنا متخيلة بقى أنتوا عارفين كل دكتور عامة لما نروح له في العيادة بيبقى معلق الشهادات بتاعته كده. أنا نعلق الشهادات. فأنتوا الدكتور نعلق الشهادة والصورة السبعينات. أنا ممكن أطلع صوت من هنا. ها الدفعة دي دفعة جميلة ومبهجة. ومرة تانية هم عندهم يعني هم في واحدة من أصعب الكليات اللي موجودة مش بس في مصر في الدنيا كلها. عم غريب واخد الدنيا زي ما تجيب ولا ماسك فيها ولا متبق وتشوف يضحك وينكت ويقول لها أمرك ده عجيب. احنا عاوزين ايه؟ عاوزين حاجة تبان احنا دكاترة واحنا في نفس الوقت بنتبسط واللي هو كلمة الهلس. وطبعا المشرحة دي اكتر حاجة مثلا نبقى مرعوبين منها من قبل ما ندخل الكلية. قلت لها تبقى معايا في فرقتي ان شاء الله ربنا حقق ده. انا بس بعيط من فرحتي يعني ان ربنا سبحانه وتعالى كون فاتين.